السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقة. إن شاء الله سوف نقوم بالتعرف على طريقة تغيير كلمة سر لحسابك على الموقع التواصل الاجتماعي فيكا. كيف ذلك؟ هذا ما سوف نقوم بالتعرف عليه إن شاء الله في هذه الحلقة. إذا كان يهمك الأمر فتابع معي أشرح في البداية. سبق أن شرحنا كيف نقوم بإنشاء الحساب، تغيير الاسم على الحساب، تغيير أو إضافة صورة وكذلك كوفر للحساب، تغيير الإيميل، غيرها من التفاصيل. بعد الدخول إلى الصفحة تقوم بتغيير اللغة إلى اللغة العربية إن أردت، فشرحت كيف نقوم بذلك. يمكنك الذهاب إلى هذا الخيار المزيد، ثم تختار هنا العربية. سوف يعطيك هنا مجموعة من اللغات، سوف تختار اللغة الخاصة بك مثلا العربية بهذا الشكل. يمكنك أن تقوم بإضافة العربية بهذا الشكل كما قلنا. جيد، بعد أن تضيف اللغة العربية تذهب إلى الصورة الخاصة بك، تنقر على هذا السهم الصغير الحجم، ثم تختار هنا الإعدادات. بعد أن نقر على الإعدادات كل ما عليك فعله هو أن تقوم بالذهاب إلى الأعمال بهذا الشكل، ثم بعد ذلك سوف يتم توجيهك إلى هذه الصفحة الجديدة. سوف نذهب إلى الباسورد كما تلاحظون هنا، تقوم بنقر على هذا الخيار. هنا سوف يطلب منك أن تقوم بتغيير كلمة السر الخاص بك. سوف نقوم بكتابة كلمة سر جديدة. جيد، بعد إضافة كلمة سر قوية كما تلاحظون هنا، فهذه كلمة سر فهي قوية، تقوم بإعادتها مرة أخرى. هنا أنا قمت باختصار الوقت لكي أقوم بإنشاء كلمة سر حتى لا نقوم بإطالة الشرح، فللإشارة فقط. فإذا أردت أن تقوم بإنشاء كلمة سر سوف تقوم باختيار كلمة سر تفوق 8 كلمات، يعني تكون 12 10 بهذا الشكل، أن تكون عبارة عن رموز وكذلك عبارة عن أرقام، كذلك عبارة عن مثلا أحرف. لا تقوم باستخدام كلمتك، لا تقوم باستخدام اسمك أو مثلا الإيميل الخاص بك أو رقم الهاتف أو حتى مثلا رقم البطاقة الخاص بك أو رقم الهاتف. هذه الأمور فهي قد تكون خطر على الحساب الخاص بك. يفضل أن تستخدم كلمة سر منفردة تتكون من رموز وكذلك رموز تعبيرية، رموز مختلفة مثل أروباس مثلا، سلاش، دوت، كذلك مثلا أقواس وغيرها. كذلك يمكنك استخدام مع أرقام وكذلك بعض الكلمات. جيد، بعد الانتهاء من العملية تنقلنا على عملية الحفظ. بعد تغيير كلمة سر كما تلاحظون إخواني الكرام، تقومون بإضافة الرقم الهاتف أو البريد الإلكتروني. فبالنسبة لنا سوف أقوم بإضافة رقم الهاتف الخاص بي. نقوم بعملية تسجيل الدخول، ننتظر قليلا. هنا سوف يطلب منك إدخال كلمة سر، ثم تنقل على continue، ثم ننتظر لبضع ثواني. سوف يتم تسجيل الدخول إلى الحساب الخاص بنا على الموقع التواصل الاجتماعي فيكا. بذلك نكون قد قمنا بتغيير كلمة سر. تذهب إلى الإشعارات، سوف تجد الإشعار بأنك قمت بتغيير كلمة سر. أتمنى أن تكون الحلقة وكذلك الموضوع قد نال إعجابكم. لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على إعجاب بالفيديو، الاشتراك في القناة. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.